انا 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 غنتكلم وغنقولها بصراحه لان انا ودادي وكنبغي فريق الوداد ولكن من فريق الرجاء البيضاوي ما عنديش ما عنديش شك بانه ما غيدوش كنت تيقن بانه غادي يدوز وغادي ينتصر لانه معلق الامل كلها على على هذه المباراه هذه وبالضبط في هذه المشاركه ديالو العربيه لانه فيها فيها كل ما هو مادي في صالح الفريق وفي صالح الصندوق ديال فريق الرجاء البيضاوي كنا خصنا نكونوا رجاويا خصنا نشجعوا فريق الرجاء لانه مثل فريق خارج ارض الوطن خصك تكون معاه لانه بزاف ديال الناس اصدقاء ديالي كيكون بعض المرات عندهم تحفظ ولا كيكون عندهم بعض المرات كيكون دوك الحزازة زعما بين الاصدقاء ولكن ما فيها باس تكون ودادي وتشجع الرجاء وما فيها باس تكون رجاوي وتشجع الوداد ولكن انا الا الا تكلمت معك تقنيا كنت بان فريق الرجاء البيضاوي ما غيلقاش مشكل وغادي يفوز ان شاء الله ويوصل النهائي ان شاء الله في الكاس العربيه وبغينا يفوز بها لان ملي كيكون فريق كيتخبط في المشاكل الماديه كتمنى على انه يصلح الامور ديالو رغم ان هاد الامور ديال, ديال الكره العربيه ماشي هي اللي جات باش تصلح المشاكل اللي كيعيشوها فريق الرجاء